حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشق

على الكافرين عسيرا صدق الله العظيم. مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين من جديد الى الجزء الثاني في هذه الحلقه، اللقاء الثاني في هذه الحلقه لفئه المصحف كاملا بالاجازه مع متن الجزريه حفظا وشرحا. ويشارك فيه متسابقان تتفضل المتسابقة الأولى للتعريف بنفسها وفاء منتظر محمد أحمد المخلافي وسيد التواصل للتنمية الإنسانية مشروع الشفية مرحبا بك وفاء أيضا يتفضل المتسابق الثاني للتعريف بنفسه يونس محمد عبد الله قاسم ممثل الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم مرحبا بك يونس الآن ننتقل إلى لجنة التحكيم لتطرح أسئلة هذا اللقاء على المتسابقين مرحبا بالمتسابقين نبدأ بالمتسابقة وفاء منتظر محمد أحمد يا وفاء أسمعين من قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فآمن له لوط وقال ف... إني مهاجر إلى رب فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وَآَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. بارك الله فيك يا وفاء. وننتقل الى المتسابق يونس يا يونس اسمعنا من قول الله تبارك وتعالى من سوره ال عمران ان الدين عند الله الاسلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم. بارك الله فيك. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون بارك الله فيك. آه ننتقل بعد ذلك إلى الشيخ مروان عبد الله الحرازي من أجل إلقاء أسئلة الجزرية بسم الله الرحمن الرحيم مجددا نرحب من المتسابقين ونتوجه بسؤال الأخت وفاء منتظر قال الناظم رحمه الله ورحمة الزخرف بتا زبرة لأعراف روم هود كاف البقرة ما مراد الناظم بهذا البيت؟ مراد الناظم رحمه الله في هذا البيت في باب التاءات ورحمه كتبت بالتاء المبسوطه ورحمه الزخرف في سوره الزخرف بالتاء أي كتبت في سوره الزخرف في مواضعها ورحمه الله ورحمه ربك خير مما يجمعون في في, في مواضعها ثلاثه ثلاثه اثنين اثنين في موضعين نعم ايوه الاعراف سوره الاعراف آه زبره, آه زبره يعني أي كتبت بالتاء المبسوطه على المصحف الإمام العثمان رضي الله عنه الذي كتبه عثمان رضي الله عنه طيب الأعراف في سورة الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين بالتاء المبسوطة نعم. روم فانظر إلى آثار رحمة الله في سورة الروم نعم هدى في سورة الهود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة بالتاء المبسوطة كاف في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا البقرة أولئك يرجون رحمة الله طيب غير هذه الكلمات كتبت بالتاء المربوطه طبعا هذه المواضع كم عددها في الزخرف موضعين موضعين في الزخرف ايوه وموضع في البقره وموضع في الاعراف وموضع في هود وموضع في الروم سته مواضع وموضع في الروم وموضع في المريم سبع مواضع في مريم. سبعه مواضع ما عدا هذه كتبت بالتاء كتبت كلمه رحمه بالتاء المربوطه المربوطه احسنتي طيب اعطينا خمسه ابيات بعد هذا البيت نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثانهم لقبان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كل ولنفال وأخرى غافري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة أحسنتي بارك الله فيك طيب نتوجه بسؤال متن الجزريه للمتسابق معنا في هذه الليله الاخ يونس قال الناظم رحمه الله فاينما كالنحل فاينما نحل صل ومختلف في الشعر الاحزاب والنساء وصف ما مراد الناظم بهذا البيت طيب فاينما كالنحل صل ومختلف هنا يذكر الناظم رحمه الله تعالى المواضع المختلف فيها قال فأينما التي في البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله هذا مختلف فيه فأينما كالنحل التي في النحل أينما يوجهه لا يأتي بخير آه و انتبه و انتبه معي الناظم قال فأينما كالنحل صل فأينما كالنحل أي موصولة هذه آه موصولة فأينما هذه هي التي يقصدها أين؟ في البقرة موصولة وليست مقطوعة نعم مو موصولة ما هي الآية؟ فأينما تولوا فثم وجه الله نعم صلها كالنحل ما هو الموضع اللي في النحل؟ أينما يوجهه لا يأتي بخير نعم ومختلف في الشعراء الشعراء التي هي وقيل لهم أينما كنتم تعبدون مختلف فيه نعم فإنما كنا نحصل ومختلف في الشعراء الأحزاب الأحزاب ملعونين أينما ثقفوا أيضا نعم مختلف فيه ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا نعم فإنما كنا نحصل ومختلف في الشعراء الأحزابي والنساء والنساء أينما تكون يدركهم الموت ولا كنتم في بروج مشيده هذا مختلف فيه نعم نعم اي يعني وصف يعني ذكر اين ذكر ذكر في هذه المواضع في هذه الابيات ذكره اهل الرسم وما عدا هذه الثلاثه المواضع التي فيها الخلاف كتبت موصوله كتبت مقطوعه كتبت مقطوعه مقطوعه اتينا بمثال في المقطوع في المقطوع في اينما اينما اي انتظر مثلا فاستبقوا فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا نعم احسنت بارك الله فيك هذا مقطوع طيب اتنا بخمسه ابيات بعد هذا البيت فاينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الاحزاب والنساء وصف وصل إلا لم هود ان لن نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تاسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم فما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي أحسنت بارك الله فيك بارك الله في المتسابقين وأجزل لهما الثواب قبل أن نستمع إلى قرار اللجنة في هذا اللقاء نبقى مع فقرة أسرار القرآن نعود بعدها لاستئناف الحلقة فابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوه والاخوات نعيش واياكم مع سر من اسرار القران الكريم ومع ايه مباركه من كتاب الله سبحانه يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم انها ايه عظيمه يا لها من ايه عظيمه ويا له من سر عجيب ونداء تهتز له القلوب وتقشعر منه الابدان ان في هذا النداء الرباني العظيم سر من اسرار القران الكريم يا عبد الله لك ان تتامل هذا النداء العظيم يوم ينادي عليك يا ايها الانسان الفقير الضعيف ما غرك بربك الكريم ما الذي خدعك حتى عصيت الله سبحانه ما الذي خدعك حتى فارقت نداء الله سبحانه وتعالى وصراط الله المستقيم وصراط الله المستقيم. ما الذي خدعك فاقترفت الاثام بالليل والنهار؟ ما الذي خدعك يا عبد الله؟ ففرطت في حدود الله وتهاونت في الصلاه واطلقت بصرك في الحرام وسمعك في الحرام. ما الذي خدعك؟ ان هذا النداء يحمل هذا العتاب ويحمل هذا الن... يحمل هذا النداء احاسيس خاصه يقول المولى جل وعلا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ما الذي خدعك فلم تخش الله كما كنت تخشى الانام يناديك نداء, الم... نداء المعاتب المستفسر منك وهو العالم باحوالك لماذا كل هذا الشرود ايليق بك يا عبد الله ان تبتعد عمن خلقك فاحسن خلقتك